توفي اليوم رئيس الوزراء التايلاندي السابق ساماك سوناراجيف عن عمر يناهز 74 عاما بعد إصابته بسرطان الكبد. كان ساماك قد قاد حزبه وحكم الشعب إلى الفوز في الانتخابات التشريعية التي جرت عقب انقلاب عسكري في سبتمبر 2006، لكن المحكمة الدستورية أرغمته على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء بعد اعترافه بتلقي رشوة من مؤسسة خاصة.